وهذه بوابة 309 من بوابات الحرم النبوي، وهذا هو مسجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مسجد الغمامة الذي كان فيه يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. وإلى اليمين هذا هو مسجد سيدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنه مصلى العيد الذي كان يصلي فيه سيدي رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمسمى بمسجد الغمامة، وآخر المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم العيدين والاستسقاء، كما صلى فيه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته. وعرف هذا المسجد بالمصلى، وتطلق عليه وعلى المنطقة المحيطة به، ويعتبر حد سوق المدينة في العهد النبوي، ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الأول الهجري ضمن المساجد والمصليات التي بناها عمر بن عبد العزيز عندما كان أميرا على المدينة المنورة. وقد حظي المسجد بعناية المسلمين عبر العصور، ولقي عناية واهتماما في العهد السعودي الزاهر، ويتميز بالطراز المعماري البديع. إنه مسجد الغمامة. رحت للميكانيكي أشوف سيارته. هذا هو مسجد الغمامة، وسمي بمسجد الغمامة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي فيه صلاة العيد كانت تظله غمامة، وكذلك كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما هذه الساحة فهي ساحة سوق الغمامة والتي أزيلت مؤخرا. لكي تضم إلى الحرم الشريف لكي تكون إحدى الساحات، وكانت من قبل هي سوق الأنصار كما ذكر لي بعض أهل المدينة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوجد الغمامة وهو مفتوح. السلام عليكم. هذا هو مسجد الغمامة من داخله. هنا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العيد، ولذلك بني هذا المسجد في ذات الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخصه صلاة العيد. إنه مسجد الغمامة، أحد المواضع التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنها خمس قباب صغيرة وقبة كبيرة مبنية على أعمدة حاملة، وهنا حزام حامل في الثلث اليمين ومثله في الثلث اليسار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا بناء عثماني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. أما مسجد سيدي أبي بكر الصديق فهو الموضع الذي صلى فيه أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموضع الذي صلى فيه سيدي أبو بكر رضي الله عنه العيد حينما أراد توسعة للموضع وكبرت المدينة في عهده. هذا هو وهو غير مفتوح.